ان من انا الشعب حاسس ان 25 يناير انها غيرت في طبيعه الشعب المصري للافضل. بقى يتكلم سياسه لا لا مش برضه. محاسب لا 25 يناير ده الشكر يعود للاخوان حقيقة. الاخوان يعني لازم نشكرهم على انهم خلوا المصريين يرفضوهم في الشارع المصري في سنه. هو الحقيقه المظاهرات قامت ضد الراجل بعد 20 يوم، اول مظاهره قامت تقول يسقط حكم المرشد بعد شهداء رفح الاولى. كان ما كانش كمل 20 يوم. الشعب المصري ممكن يبقى ضعيف من ناحيه الدين، تقولي له دول ناس بتوع ربنا، دول ناس بيصلوا، دول شيوخ، دول بتاع، حلو قوي، يقول لك انا انتخبت والله اللي بيعرف ربنا. انما كشفهم بسرعه شديده جدا وقضى عليهم بالضربه القاضيه. على فكره طول عمر الاخوان بيتضربوا بانظمه، يعني ايام ان قراشي باشا لما حل جماعه الاخوان المسلمين واتسجنوا وبتاع ما اعرفش ايه واغتالوا، وبعدين ايام عبد الناصر لما اتلموا دخلوا السجون، وفي الستينات وما ادراك ما الستينات دخلوا السجون، وجي عمل معاهم معاهده واتفاقيه السادات موتوه، وايام مبارك دخلوا السجون. انت بتحاربين بانظمه اول مره يتهزموا بالناس بالشعب، وده بالشعب اكبر ضمان ان الرجل البسيط رجل الشارع رافضهم، فده الانتصار الساحق. الانتصار والتفاؤل هو المحور اللي عايزين نتكلم عنه اكتر بعد الفاصل، لان انا عايزين بقى يعني جرعه تفاؤل كده في البرنامج. ممكن فكرتينا يا دكتور بنكته بتاعه مصير كل من حكموا مصر، اقولها لك في الفاصل. يا ساتر يا رب. حد ليه شق في حكم مصر؟